بابا المساعد شفيق بده اياك. شو بده هلا كان معنا بالعزاء؟ شوف لا حول ولا قوة الا بالله. اهلين مساعد شفيق. كانوا الشباب جايين يبلغوك من الظهر بس تعطلنا بسبب العزاء، قلت لحالي بما اني قريب ببلغك. خير، على شو بدكم تبلغوني؟ وقعوا اليوم. ها؟ وهي على الدفتر. خير، شو ها؟ مطلوب على الاحتياط. احتياط؟ أنا مطلوب احتياط؟ احتياط شو؟ احتياط يعني خدمة العلم. ما بتشرح لي إياها كمان؟ فهمت إنه خدمة علم، بس أنا خادم. لك قربت على التقاعد من وظيفتي، أنا هلا بدي أخده؟ شو بدهم يستفيدوا مني؟ والله أنا مثلك مستغرب كمان، يعني أنت شو بدك تعمل؟ تركض مترين بالمعركة وبتموت. لك أنا أركض؟ أنا خادم مرمطون بالجيش، أنا كنت حاجة بمطبخ. إيه منيح، بالمطبخ ما في ركض. معقول أبو الرود يطلع معه كل هاد أمي؟ ليش شو ناقصه أبو الرود؟ مانو بني آدم وبيحس مثلنا؟ شفت طلال؟ مثل القصص والروايات مو؟ إيه والله. لك شو بده المساعد شفيق؟ ما عرفت. لك ما قلت لكم الوطن ما راح ينساني. شو؟ التغى المشروع بابا؟ ما راح نبيع البيت، أعطوك وسام. بدي أخدم الوطن. حطوك وزير عمو؟ طلبوني احتياط. انبسطت كثير كثير انبسطت.